أنا دخلت النادي الأهلي سنة 74، كان سني وقتها 10 سنين، ودخلت اختبارات عادي مدرسة الكورة ووفقت، كنت أنا وأخويا يعني وقبلنا وكملت لغاية دلوقتي يعني. من ساعة ما دخلت النادي الحمد لله عدى عليا طبعا أجيال كتير، والحمد لله يعني الواحد ليه الشرف إن لعب مع جيل كبير قوي، جيل السبعينات لحقته الحمد لله، وجيل الثمانينات وجيل التسعينات. يمكن انا من الناس اللي بطلت في اواخر التسعينات يعني 96 97، انما الحمد لله يعني كان لنا الشرف اللي احنا تقريبا معظم البطولات اللي دخلناها الحمد لله حصلنا عليها يعني. انا عايز اتكلم طبعا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده انا بعتبره حاجه كبيره جدا، والحمد لله الواحد سعيد جدا 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 ان بينتمي للنادي الاهلي، وان اسمه ارتبط بالنادي الاهلي، ودايما دي تبقى نعمه لغايه اخر يوم في عمري يعني ان شاء الله. وطبعا مهما اتكلم عن النادي الاهلي مش هنقدر ندي له حقه. النادي الاهلي يمكن اللي عملنا كده، احنا دخلنا وانا واحد من كنت من عيله متوسطه الحمد لله دلوقتي عايش في احسن حته والحمد لله، فده كله فضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل النادي الاهلي علينا كمان يعني. كل بطوله انت بتلعب، اي بطوله في النادي الاهلي انت مطالب بيها، فكل بطوله بتبقى بطوله بالنسبه لك. ان لو هتلعب طاوله الناس مستنياك انك تكسب في دور الطاوله، فانت في النادي الاهلي اي بطوله بتخشها انت مطالب انك تكسبها بصرف النظر عن اهميتها وعدم اهميتها. لا، دي بطوله محسوبه للنادي الاهلي، فاحنا اتربينا على كده في النادي الاهلي ان اي بطوله بتخشها او اي ماتش ده بالنسبه لك ده بطوله. انت عشان توصل انك تبقى بطل لازم من اول ماتش لاخر ماتش بتلعب على المكسب، فدي اتربينا عليها في النادي الاهلي ولغايه دلوقتي موجوده فينا. واعتقد ان هي دي المديه كم البطولات ده للنادي الاهلي وكم الولاء ده للنادي الاهلي، ان دايما انت بتربي في الناشئ اللي موجود في النادي الاهلي روح المكسب دايما موجود. بيبقى في مواقف، وحصل موقف قبل كده لعيب كان مهم جدا جدا في الفرقه وحصل منه موقف يعني مش ظريف في لحظة نرفزة يعني بدون ذكر أسامي، ورغم كده كان المدرب محتاجه وكانت الفرقة محتاجاه، بس الكابتن صالح أصر إن لأ ده عمل خطأ في حق النادي فلازم يستبعد، واستبعد. وبالرغم إن كان المدرب حاسس إن إحنا ممكن نتأثر بغياب اللعيب ده، انما الحمد لله كملنا الموسم وخدنا كل البطولات اللي دخلنا فيها، وفي النهايه مبادئ النادي الاهلي هي دايما اللي بتكسب. والله ده شرف ليا طبعا. الحمد لله لما بدات حياتي العمليه كانت لجنه الكوره عباره عن الكابتن صالح والكابتن حسن حمدي والكابتن طارق والكابتن محمود الخطيب، فطبعا انا كون ان انا في بدايه حياتي المهنيه قاعد في وسط القامات دي في لجنه الكوره الحمد لله يعني ادتني فرصه كبيره قوي ان انا اتعلم منهم، والحمد لله الحمد لله ان الواحد بيحاول يحافظ على اللي اتعلمه منه. انا بهني النادي الاهلي طبعا على مرور 111 سنه، والنادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي وقيمه كبيره قوي لينا ولكل من ينتمي للنادي الاهلي وكل مشجع للنادي الاهلي وكل من ليه ولاء للنادي الاهلي، فانا بهني النادي الاهلي ودايما كده في ازدهار، ودايما النادي الاهلي يبقى رافع رايه مصر في كل المحافل الدوليه وبيلبي برضو جماهيره في كل البطولات المحليه، فبتمنى ان النادي الاهلي دايما كده في الظهار ودايما في حصد جميع البطولات ان شاء الله.